يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. وهلأ صارت معنا على الهواء الست وفاء لتخبرنا عن آخر أخبار أبراجكم وحظوظكم لليوم. يسعد صباحك ست وفاء. أهلين، الله يسعد لي صباحك ديما، كيفك؟ نشكر الله. يسعد صباحك معلا. أهلين، الله يسعد لي صباحك ريم، كيفك؟ تمام، أنت كيفك الله. لليوم كثر خير الله، الحمد لله، الله يخليك. شو بتخبرينا اليوم عن حظوظ الأبراج، وإذا فينا نبلش مع مواليد أول برج اللي هو برج الحمل؟ أول شيء بدي صبح على كل كادر قناة أغريت وعلى كل متابعينا على قناة أغريت. واليوم القمر في برج ناري، برج الحمل، عم يمنح حظوظ الأبراج النارية الدرجة الأولى، متابعة الحظ مع مواليد برج الحوت وبرج الدلو، أيضا مواليد برج الجوزاء هن الأكثر حظا بهاليوم. وصباح الخير لكل مواليد برج الحمل، القمر عندك فالانطلاقة جدا قوية، أي شيء حابب تقوم فيه تبدأ فيه فاليوم جدا مناسب، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، أمورك ممتازة، إطلالتك رائعة، ثقتك بنفسك كثير كبيرة، انقلبت المطيات لمصلحتك 180 درجة، فانطلق يا مولود برج الحمل ولا تخشى شيئا، كلهم حسب عمله وبشو بده يبدأ، فالوقت جدا مناسب من اليوم لمدة أسبوع بيبدأوا أيضا بقبض الأموال. أكيد صباح البدايات لكل المواليد الأبراج وخصوصا لمولود برج الحمل، وهلأ رح نقول صباح الخير. وشو مخبر للفلك والحظوظ لمواليد برج الثور؟ صباح الخير لكل مواليد برج الثور، تواجد القمر في بيته 12 فبيحمل له تأخير، تأجيل، مماطلة، تسويف، ضياع، نسيان، ربما مرض، يأس، بيشعر بأنه الدنيا مانا حلوة، بيتذكر ذكرياته، بيترف دمعة على أيام مولود برج الثور، هن يومين وبيمروا، حاول تعيش حياتك الروتينية، بس المهم أجل، ما تستعجل الأمور ولا تبدأ بجديد مصير، يعني عيش حياتك الطبيعية. بجوز مثلا عندك موعد أنت تأجله أو يأجلوا لك هو الآخرين، بجوز تتصل ما يلبوك، تتأخر أمورك، ينسرق لك شيء، يضع لك شيء، المهم هاليومين فارغين من الحظوظ والطاقة، الانطلاق إن شاء الله بعد بكرة. ان شاء الله بيكون الانطلاق قريب لكل مواليد برج الثور. وهلا بدنا نشوف شو مخبى الفلك لكل مواليد برج الجوزاء. صباح الخير لكل مواليد برج الجوزاء، اليوم كثير حلو للحياه الاجتماعيه بما تحمل الكلمه من معاني، الحياه الاجتماعيه بتحمل الاصدقاء، الاحباء، السفر، الزيارات، الواجبات الاجتماعيه، السهر، التسالي، العزايم، على غدا، على عشاء، على فرح، كل هالامور هي الاجتماعية اليوم عنده بقمة أولوياته لمولود برج الجوزاء. أنا بقول له اقبل الدعوات وطير من مكان لمكان، لأنه يومك رائع اجتماعيا، وتواجدك مع الأحبة والمعارف الجدد والمعارف القديمين والصداقات بيسعدك وبيبهجك، فيومك اجتماعي وبامتياز إن شاء الله. أكيد نتمنى الخير لكل المواليد وخصوصا لمواليد برج الجوزاء. وهلأ رح نقول صباح الخير لكل مواليد برج السرطان. يسعد لي صباحك كريم، وصباحك المواليد الله يخليك، كل مواليد برج السرطان طبعا اليوم هو الشمس عنده ولكن القمر متواجد في اعلى نقطه، فعم ياتي لمولود برج السرطان هو منور ومضوي وله طله، فعنده لانه هو القمر يحكمه متواجد في اعلى نقطه، فعنده اطلاله رائعه، ثقه بالنفس كثير كبيره، الاضواء مسلطه عليه ولكن إذا غلط بيهتز عرش مملكته، فبدك تدير بالك اليوم يا مولود برج السرطان من أي خطأ، لأنه إذا غلطت بتخسر مثلا مركزك بالعمل أو بتتعرض للقيل والقال أو المساءلات القانونية أو للتشهير أو يقال كلام سيء عنك، وبالشيء الإيجابي عندهم ترقية، مركز، شهرة عالية جدا، فكونوا اليوم دقيقين ونظاميين وما تحط الأسية بالدواليب وما تعمل على مبدأ خالف تعرف، كون نظامي. ان شاء الله نتمنى التوفيق لكل مواليد برج السرطان. وهلا صار وقت نصبح على مواليد برج الاسد. صباح الخير لكل مواليد برج الاسد، يوما قلنا الاجواء ناريه، ضمن مولود برج الاسد عنده شهر متعب، فهيدا اليوم حلو كثير، حاول اشتغل عليه يا مولود برج الاسد، يومك ممتاز بكل المقاييس، بكل ما تود القيام به، كل واحد حسب شغله وطبيعه شغله وشو حابب يشتغل باليوم، وخصوصا وبقمه الاولويات امور السفر والاوراق والرومانسيه ممتازين، يعني اللي عنده توقع اوراق، اللي عنده نجاح، اللي بده يسافر، بده يتنقل، او حتى عنده شيء عاطفي، فاليوم ممتاز جدا لك يا مولود برج الاسد. اكيد بنتمنى التوفيق لكل مواليد برج الاسد. وهلا رح نقول صباح الخير لكل مواليد برج العذراء. صباح الخير لكل مواليد برج العذراء، اليوم بيلاقي حلول لمشاكل اللي صارت معه باليومين السابقين، او بتصل الامور عنده للقانون، عنده امور ماليه، قروض، مصارف، ارث، عقار، شيء قانوني، نجاح دراسي، شهاده،
بوليس التأمين، كل هدول اليوم مرافقين لمولود برج العذراء. أيضا عنده شيء استشفائي صحي، يعني إذا كان مريض أو عامل فحوصات أو تحاليل أو حتى عمل جراحي، فاليوم عند مواليد برج العذراء استشفاء صحي، هن أحد أفراد العائلة، السلامة للكل، فيوم ناجح وبكل المقاييس. بنتمنى السلامة لمواليد كل الأبراج، وهلأ صار وقت نصبح على كل مواليد برج الميزان. صباح الخير لكل مواليد برج الميزان اليوم. يا مولود برج الميزان، المطلوب منك الهدوء. إذا بدك تتزوج، بدك تخطب، بدك تعترف بالحب، بدك تستحقق شراكة عمل، أو إذا كنت متزوج فدير بالك ما تعمل مشاكل، ما تعصب، ما تفقد عقلك، ما تستفز حدا، ما تغضب، لأنه اليوم سريع الغضب وعصبي كثير، لأنه بتعصيبه بيخسر شراكاته. هو يوم اليوم يوم الشراكات العاطفية والعملية، يعني بيستقبل شريكه من سفر، بيتزوج، بيخطب، بيعمل عرس، هذا كله إيجابي. أما السلبي إنه بيجوز يعمل مشكلة تؤدي لطريق مسدود، لزعل، لحرج، لفض شراكات عاطفية أو عملية. فاليوم نصيحتي لمولود برج الميزان إنه ما تعصب أبدا في هاليوم. أكيد صباح الهدوء لكل المواليد. وهلأ وصلنا لمواليد برج العقرب، وشو مخباله الفلك لهاليوم؟ صباح الخير لكل مواليد برج العقرب، اليوم عم يبحث عن فرصة عمل جديدة، أو عم مثلا يشتغل كثير عمل إضافي، أو عم يطلب إذن بالتغيب. بعد مواليد برج العقرب، البعض الآخر عندهم مركز أو ترقية، أو عم يفتتحوا عمل جديد، أو عم يشاركوا حدا بشغل جديد. فكل ما يتعلق اليوم بالعمل رح يكون بقمة الأولويات. أيضا الصحة، فهو بغمرة تراكم الأعمال وانشغاله فيها، قل له خصص وقت للراحة حتى ما تتعب يا مولود برج العقرب، صحيا سلامتك. بعض مواليد برج العقرب بيهتموا بصحتهم او بصحة المقربين. نتمنى السلامة والشفاء للكل. وهلا ست وفاء صار وقت نصبح على مواليد برج القوس. صباح الخير لك ديما ولكل مواليد برج يسعد القوس، صباحك. الله يخليكي. طبعا اليوم كثير حلو، مثل ما قلنا الاجواء نارية، فعم تدعموا لمولود برج القوس، عم يشعر بالراحة والطمأنينة والازدهار العاطفي والعائلي، بيلاقي حلول لمشاكله، لكل شيء عنده، عنده فرص مالية كثير حلوة، بيقطف ثمار جهوده. المتزوجين عندهم شيء له علاقة بالأولاد والاهتمام بشؤون الأولاد، مثلا ولادة الطفل، بسفرهم، بدراستهم، بصحتهم، بكل شيء، بأفراحهم. فيوم لمولود برج القوس مريح، مطمئن، مزدهر عاطفيا وعائليا وللأولاد. أكيد بنتمنى السلامة لكل مواليد برج القوس. وهلأ وصلنا لمواليد برج الجوزاء، عفوا الجدي، ونقول لهم صباح الخير. وشو مخبرنا الفلك لهاليوم؟ صباح الخير لكل مواليد برج الجدي، اليوم متعب، ضاغط، القمر والشمس في مواقع غير مناسبة، بجوز يسبب بنفسكم مشاحنات، خلافات، مشاكل عائلية، مشاكل مع شريكه. اليوم مثلا مناسب لا يعمل عرس، لا يخطب، إضافة في نطاق الأسرة، أو الله لا يقدر خسارة، مشاكل، مشاحنات، خلافات، مرض بالأسرة، أو تحضير لعزايم، غداء أو عشاء، أو بيجتمعوا ليناقشوا أمر إرثي أو عقاري، في شيء بيصير شيء فجائي، مثلا عطل فجائي بسيارته ببيته، أو اليوم بيشتغل مثلا بأرضه، بيصير في شيء عنده بشغله، أو حتى بصحته، ألا لا يقدر. فيومه لمولود برج الجدي شخصي عائلي منزلي وبامتياز، إما إيجابا أو سلبا. إن شاء الله يا رب يكون إيجابي. وهلأ بدنا نصبح على كل مواليد برج الدلو. صباح الخير لكل مواليد برج الدلو، يوم كثير حلو، اجت على الوزن، يوم مناسب للحكي، للطلب، للسفر، للأوراق، للاتصالات، للمصالحات، ليلعبوا دور المصلح، للاهتمام بإخواتهم، شؤون إخواتهم، يخلق لهم أخ صغير، كل ما يتعلق بأمورهم، فالنجاح حليفهم مهما كان عمرهم وشو ما كان شغلهم. فاليوم عنوان برج الدلو هو النجاح. أكيد إن شاء الله بتمنى التوفيق لكل المواليد، وخصوصا مواليد برج الدلو. هلأ وصلنا لآخر الأبراج، هو برج الحوت. وشو مخبر الفلك لها اليوم؟ صباح الخير لكل مواليد برج الحوت، عنوانه الرئيسي هو المال. اليوم عنده مالي بامتياز، كل ما يتعلق بأمور المال، أخذ، دفع، بيع، شراء، استيفاءات مالية، ديون، قضاء ديون، ببيع عرس، بيشتري، كل ما يتعلق بأمور المال، تكثر المصاريف والنفقات. فيومك يا مولود برج الحوت مالي وبامتياز. وهلأ مثل العادة صار وقت نشوف شو مخبى الفلك لمواليد اليوم 1 تموز، مواليد بكرة 2 تموز. نتمنى لهم تكون سنة كلها فرح وطاقة إيجابية وتفاؤل ونجاح إن شاء الله يا رب. صباح الخير لكل مواليد 1/7، إن شاء الله عقبال الميلاد لكم بالخير والصحة وتحقيق الأماني والأمنيات يا رب العالمين. القمر مرافقكم من أعلى نقطة، فعندكم مركز بالعمل، ترقية من نوع ما، شهرة عالية جدا، ولكن أموركم تحت المجهر، بدكم ديروا بالكم، ممنوع الخطأ، منع خطواتكم، بتحركاتكم، بكلامكم، بكل شيء.
تكثر الضغوط، تكثر المسؤوليات، مشاكل ديون، مشاكل ايجار، لانه عامكم الفردي رقم 4 بتكتشفوا الناس على حقيقتهم مما يفقدكم توازنكم ايضا. بالصحه القلق والاجهاد، في انشغالات بامور شخصيه عائليه منزليه، قد تكون ارتباط ما شابه ذلك، كل هالامور هاي رافقتكم ايضا. عندهم امور ماليه عقاريه استشفائيه صحيه. بعد راس السنه عندهم امور السفر والاوراق والرومانسيه ممتازه، لانه المشتري رح يدخل برج الحوت، فرح يمنح الحظوظ جدا قويه لمواليد 1/7. ان شاء الله عام سعيد عمر مديد بتمنى لكم مع دوام الصحه والخير وتحقيق الاماني والامنيات. اما بالنسبه لمواليد 2/7 عندهم تغييرات عمليه وعاطفيه رحبوا فيها، لأنه جزء ما بيتزأ من الحياة، فقدوا وقت طويل خارج المنزل. بالصحة عندهم في تنفسي تناسلي والسمنة، وما تكونوا حساسين إذا زاد وزنكم. هاي التغييرات كثير مناسبة لألكم. أيضا في عندهم مواليد 2/7 الآخرين عم يبحثوا بماضيهم ليشوفوا أي غلط لحتى يشهروا فيهم، يعرضوهم للقيل والقال والمساءلات القانونية. فديروا بالكم أنتم تحت الرقابة والتفتيش كل السنة، بتكونوا كثير تكونوا حذرين ما تعملوا غلط ابدا ابدا. بيتواجدوا هاي السنه مع المسؤولين، عندهم ترقيه من نوع ما او مركز بالعمل او مسؤوليه تلقى على عاتقهم. انا بقول لهم كونوا قد المسؤوليه، اشتغلوا بدقه ونظام، ممنوع الخطا بكلامكم بتحركاتكم بخطواتكم باي شيء حتى على انطاقاتكم، حتى ما تتعرضوا للقانون وللمساءلات القانونيه في امور ماليه، في امور عقاريه، ايضا امور ارثيه تشغلكم. ومثل ما قلنا سنه 2022 لسه احلى واحلى عند مواليد 2/7 من 2021. ان شاء الله لمواليد 1/7 و2/7 كل الصحه والعمر الطويل وكل امانيكم يا رب تصير على ارض الواقع ان شاء الله. ونحن بدورنا من كادر عمل صباح الخير ليوم الخميس بنقول لمواليد 1 تموز و2 تموز هابي بيرثدي، وان شاء الله يا رب الايام القادمه تكون حامله لكم كل التقدم والنجاح والتميز. ما نشكر مداخلتك معنا عبر الهواء مباشره ست وفاء.